لا انا كنظن بانه الكوب 23 هي الان فرصه تاريخيه بالنسبه للدول الناميه وبالنسبه للمغرب كما كانت كوب 22 من اجل اولا ان تعرض اهم الاصلاحات والبرامج والمشاريع والمبادرات التي قامت بها من اجل مواجهه التغيرات المناخيه سواء في المجال الصناعي او في المجال الفلاحي او في المجال الطاقي او في المجال المائي وحتى في المجالات الاخرى وفي مجال تنميه القدرات. ولذلك تبين من خلال الكوب 23 انه هناك التزامات حقيقيه يعني قامت بها الدول الافريقيه وقام بها المغرب وقامت بها الدول الناميه، عرضت من خلال عدد من الانشطه التي اقيمت في هذا المنتدى في هذا المؤتمر. ولكن في نفس الوقت الدول الناميه والدول الافريقيه تشتغل منها المغرب من اجل ان تلتزم الدول المتقدمه بهذه الالتزامات، لانه اليوم التغيرات المناخيه يعني لا ترتبط فقط بمجال ضيق بل هو مجال واسع. اليوم نعطي على سبيل المثال ان الدول الافريقيه تؤدي الثمن غاليا مع العلم انها لا تؤثر فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه الا بشكل قليل، خاصه على مستوى الانبعاثات الغازيه الدول الافريقيه لا تؤثر بشكل كبير جدا، الذي يؤثر هي الدول المتقدمه المصنعه وبالتالي العالم كله يؤدي الثمن يعني بسبب اداء يعني جزء من هذا العالم. ولذلك انا اعتقد بالاضافه الى الاصلاحات والمبادرات التي تقوم بها الدول الناميه الافريقيه والمغرب على سبيل المثال، هناك التزامات دوليه ولذلك يجب ان يتقوى الضغط على الدول المتقدمه من اجل ان تلتزم ماليا كما تقرر، من اجل ان يعني تحترم التزاماتها، من اجل ان يكون هذا التوازن العالمي الذي نبحث عنه. ولذلك دعني اقول اليوم هناك حديث حول ما يسمى التوجه الاخضر، وهو كما أعبر عنه دائما كيف ننتج أحسن وكيف نستهلك أحسن، وهذا التزام وطني ولكن أيضا التزام دولي يجب أن يكون حاضرا على كافة المستويات في كافة القارات وكافة الدول خاصة الدول المتقدمة. لماذا فيجي؟ لأن فيجي هو نموذج ورسالة إلى العالم أن هناك جزيرة صغيرة توجد في البحر قد يعني هي مهددة وقد تختفي بين عشية وضحاها، وقس عليها عدد وهي نموذج. ولكن إذا أردنا أن نأخذ دول ساحلية هي دول كلها الآن مهددة، التوازن الطبيعي أيضا كله مهدد، بمعنى آخر أننا نرى بأم أعيننا أننا ذاهبون إلى أحداث نراها بأعيننا، يجب أن نستبق الزمن، وبالتالي إذا لم نتخذ أي قرار فهو عبارة عن دعني أقول انتحار جماعي يعني نحن ذاهبون إليه إذا لم نتخذ قرارات ضرورية وإذا كنا تحت ضغط يعني بعض القوى التي تحاول أن تصنع وأن تنتج وأن تستهلك بدون حدود. ولذلك أعتقد لا بد أن تكون قوانين وطنية ولكن أيضا لا بد أن تكون قوانين دولية، ثم لا بد أن تكون هناك حركة عالمية فيها الدول المقتنعة الملتزمة، فيها الاقتصاد الأخضر الآن الذي يتقوى، فيها المنظمات الدولية، فيها أيضا المجتمع المدني. لا بد أن يكون مقابل هذا الانتحار الجماعي أن يكون هناك وعي جماعي لمواجهة هذا ما نحن ذاهبون إليه.